المرسل ميم 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 يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في سفر لعدة أشهر، ووافق رجوعي إلى بيتي في نهار رمضان، وكنت مفطرا بالطبع آخذا بالرخصة، ولكني طلبت من زوجتي أن تفطر أيضا قبل وصولي إلى البيت، فأكلنا وشربنا، وبعدها حدث بيننا لقاء في ذلك النهار من رمضان، فما الحكم في هذا؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله عنا خيرا. هذا خطأ كبير، لأن المسافر إذا قدم إلى بلده في أثناء نهار رمضان يلزمه الإمساك بقية اليوم، وتلزمه كفارة الجماع إذا جامع، لأنه حينئذ جامع في نهار رمضان وهو قد أمسك في بقية اليوم. وكذلك المرأة لا يجوز له أن يفسد صومها وأن يجامعها وهي صائمة، فعلى كل من الاثنين قضاء هذا اليوم مع التوبة إلى الله عز وجل، وعلى كل من الاثنين الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم.